لريش اللحم بصلصة دبس الرمان نحتاج كيلو ريش لحم، نحتاج ربع كوب زيت نباتي، ربع كوب دبس الرمان، ربع كوب خل، معلقتين كبار عسل، ومعلقتين كبار معجون طماطم أو بندورة، ملح وفلفل، وحبتين ثوم، بصل مقطعة، وربع كيس إكليل الجبل يفضل طازة، وأربع حبات بطاطا مقطعة مكعبات ومقلية، و شوية حب رمان هذا للزين. بالنسبة للمقادير زي ما قلنا بسيطة، كل شيء رح نخلطه هون هيثم. تمام. مقادير الصلصة ونحطها على اللحمة. هون عندي دبس رمان تقريبا ربع كوب. اليوم شغلتين بالدبس، دبس الرمان وبعدين دبس التمر، بس طبعا الطعم بيختلف، إشي حلو وإشي حامض لو سمحتوا ما تلخبطوا بيناتهم. حلو. هلا رح نحط كمان هون عسل. إذن دبس الرمان والعسل. زيت النباتي، رب البندورة والخل، رح نحط التنين، عندي خل أبيض ومعجون أو رب البندورة. على فكرة ما بدخلها أي نوع بهارات إلا الملح والفلفل، لأنه كل النكهة رح تأخذها من هاي الصلصة. هي التوم. أنا عم بحاول بس أشبك هذا شوي على على الإنترنت عشان نشوف البوست ونشوف تعليقاتنا. هي البصل المقطع شرحات، أنا حط عليه فلفل أسود. تمام. هلأ رح نحط الملح والفلفل. كمية جيدة من الفلفل الأسود، وحتى على الريش نفسهم رح نحط برضو فلفل حتى نتأكد إنهم تنكهوا مزبوط. هلا يفضل كل ما قدرتوا تنقعوهم بهاي الصلصه افضل، يعني تقدروا تعملوهم مثلا من قبل بيوم. هلا اذا بدكم تعملوها من قبل بيوم بفضل البصل لا تقطعوه قبل ما تحطوه بالفرن، يعني ما تخلوه ينتقع بالثلاجه فتره طويله، وكل ما انتقع اكثر بتطلع اطيب. انا كل شيء على فكره بالرمان بحبه، في جوانح بنعمل جوانح مطفيه طبعا كمان. طبعا لا معناته رح تعجبك ان شاء الله اليوم. يعني هاي المنطقه من الطبيخ مفضله بالنسبه لي. كثير منيح بسطني. هلا بس متاكد انهم كلهم هيك تشربوا من الصلصه، زي ما قلت لكم نخليهم ينتقعوا فترة طويلة، يفضل يعني على القليلة ساعتين ثلاثة أو قبل بيوم. ضل بس نحط لهم إشي واحد اللي هو إكليل الجبل، برضو بعطيهم نكهة كتير طيبة اللي هو هذا الروزماري أو إكليل الجبل، هاي العشبة. هيثم أغلبك بشغلة، طلي واحدة من هدول العيدان وهيك يعني نتفلي نتفلك. شوف انت اسحبها من فوق لتحت هيك في ايدك تنزل كلها. ايوه ايوه يا عيني عليك، برافو. خلص هيك تمام التمام. بدك كمان واحد؟ لا خلص بكفي، عشان برضه بمرمر ما تكتروا منه كمية كتير كبيرة. هلأ رح أحطهم ينتقعوا بالتلاجة تقريبا يعني قد ما بقدر، وبعدين بنحطهم بصينية. إشي كتير كتير مهم نحكي إنه هدول الرياش ما بياخدوا فترة طويلة بالفرن، فما تحطوهم بالفرن على حرارة 200 طبعا، تحطوهم مسكرين أول إشي ربع ساعة، بعدين بتكشفوهم بتقيموا عنهم غطاء الفويل وبتخلوهم كمان ربع ساعة، يعني هو الصراحة مفروض 12 دقيقة أو ثلث ساعة، بس أنا بعرف الستات رح يقولي لا وما نخاف ما تستوي، مش أكتر من 25 لنص ساعة بالكتير. هلأ رح ناخد الرياش، أنا هون آلية بطاطا، بتقدروا تضيفوا البطاطا يا أما للصينية يا أما تحطوها بهاي الطريقة للتقديم. شايف هذا البصل؟ يا سلام. شايف هذا سلام. الصوص؟ الصوص كله رح تستخدميه صراحة. حرام يعني صراحة حرام. يعني ضيعانه حرام. هيك جوز نكهة الطبخة كلها كل نكهة فيه. اللحمة فيه. هلا خلينا نشيل هاي لهون، وآخر شيء يا هيثم بدنا بس نزينه بشوية حب رمان عشان نعطيه لون، لأنه كل شيء أصفر وبني صار عنا، وبما إنه معمول بدبس الرمان فكتير بيطلع حلو شكله. يا سلام. شايف؟ ممنوع حدا يأكل منه هذا بنا ضل هيك. هلا بكفي هيك رمان، خلينا نحط لنا عرقين من الروزماري بما ان حطينا فيها شويه روزماري.